اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج رمضانك مع ام بي تي. النهارده هنتكلم عن موضوع شيق ومفيد لينا كلنا، معلومات بسيطه بنحاول نوصلها ليكم علشان دايما تستغنوا عن الدكاتره وتستمتعوا بافضل صحه وافضل حال. النهارده هنتكلم عن مواضيع شيقه وهي الانيميا، احماض المعده وفيتامين بي 12. هل الصيام ممكن ياثر معايا على احماض المعده او الفيتامينات اللي موجوده بجسمي زي فيتامين بي 12 او الانيميا؟ بنقول لك ايوه مع بعض. هنوضح ليك ازاي الصيام ممكن يحسن لك مستوى الانيميا، ازاي يحسنك مستوى فيتامين بي 12، ازاي يخلي حموضة المعدة او حمض المعدة في مستوى متعادل عشان ما يعملكش اعراض معدة. يلا بينا نفهم مع بعض اكتر ازاي صيامنا يخلي الحاجات دي كلها احسن. الحديد هو من اهم العناصر اللي موجوده في جسمك والمسؤول عن انتاج الطاقه واحساسك بالحيويه والنشاط على مدار اليوم، ولكن الاهم من ده هو الهيموجلوبين. الحديد عشان يوصل للخلايا ويمدك بالطاقه والنشاط لازم يكون في واسطه، والواسطه دي هي الهيموجلوبين. لو جينا بصين على اول مقطع ليه، هو الهيمو. يعني ايه هيمو؟ يعني الحديد. يعني لو الحديد مش موجود الهيموجلوبين مش هيبقى موجود، وكمان الاكسجين مش هيكون موجود. وطبعا الاكسجين هو مسؤول عن طاقة وحيوية الخلايا علشان تفضل عايشة أصلا. يعني اي خليه ما فيهاش اكسجين هي خليه بتموت بالبطيء، ومن هنا بتظهر مشكله الانيميا بسبب نقص الهيموجلوبين في الجسم، وبالتالي نسبه الاكسجين بيكون فيها مشكله. مهما تاخد ادويه وعلاج للحديد هتلاقي برضو ان نسبه الحديد مش بيزيد في جسمك والانيميا مستمره، وده لان الحديد لما بناخده مصدر خارج جسمنا بيكون امتصاصه في الجسم مش سهل، فلازم المعده تكون مهيئه بشكل معين علشان الحديد يشتغل. يعني الحديد لو دخل معاه اي عنصر تاني حتى لو كالسيوم بنلاقي ان الحديد اعترض وما اشتغلش، لازم يشتغل في ظروف معينه. فانت لو هقتله المعده بشكل مظبوط من خلال عناصر اكلك، من خلال انك بتدخل فيتامين بي 12، من خلال انك ما بتشربش سوائل مع الاكل. طب يعني ايه سوائل اصلا مع الاكل؟ سوائل مع الاكل يعني انت بتخفف حموضه المعده، فبالتالي ما بتقدرش تهضم بشكل كويس، فبالتالي ما بتقدرش تستوعب الحديد اللي في جسمك. عشان كده لو تفتكروا معانا في الحلقه الاولى لما نصحناكم انك تبداوا الفطار بشوربه دافيه، ده انت بتهيئ حموضه معدتك وتستوعب الاكل اللي انت بتدخله لها، وبالتالي بتلاقي المعادن اشتغل بشكل افضل والمعادن زي الحديد. عشان كده لو عايز تستفيد من الحديد بشكل كويس لازم تدخل فيتامين بي 12 لمعدتك، ولازم تهيئ المعدة عشان تقدر تستفيد من الحديد في جسمك. الكلام ده أثناء الفطار من الصيام أو بشكل عام. علشان كده كتير من الحالات اللي بتيجي مثلا وعندها نقص في الحديد مهما تاخد حديد من بره. النهاردة فهمنا مع بعض ليه الحديد اللي بناخده من بره ما بيطلعش معانا في التحاليل اللي بنعملها بعدين، وبنلاقي برضو نسبة الحديد في جسمنا قليلة. النهاردة بنفهم أكتر علاقة النفس والحديد ببعض، لأن نسبة الأكسجين مهمة جدا عشان جسمك يستفيد من الحديد اللي بيدخل من بره، عشان نسبة الهيموجلوبين تكون دايما عندك مظبوطة. النهاردة بنوضح لك ليه معدتك مهمة وليه حمض المعدة مهم، عشان خاطر مش بس فكرة ان انت عندك او ارتجاع او حموضة، لكن عشان خاطر تستفيد من الاكل اللي انت بتاكله، وعشان خاطر رمضان يكون فرصة ان نسبة الحديد اللي عندك اللي دايما بتخليك حاسس بخمول وكسل بتكون بصورة اقل في جسمك. لكن مع تظبيط بعض الامور زي انك تبدأ بس افطارك بشوربة دافية ممكن يساعدك في انك ترفع مستوى الحديد. علشان كده بقولك ما تستخسرش بعض المعلومات البسيطة في انك تبدأ تطبقها مع نفسك، وفعلا تحس الفرق ما بين انك عندك خمول وكسل ومش قادر وعندك مشاكل دايما في الدم وعندك نقص في الحديد وعندك مشاكل في الاكسجين وعندك مشاكل في النفس. بخطوات بسيطه بتصبح انك طبيب نفسك، بخطوات بسيطه بتبدا تستمتع بمناعه وهضم، وتبدا تستمتع بقوه وطاقه ونشاط اكتر بكتير من الخمول وكسل اللي عند كتير من الناس. علشان كده طبق المعلومات البسيطه دي على نفسك، علشان ده دورنا ووجودنا معاكم علشان دايما تستمتع بصحتك وحياتك بكل لحظه فيها. رمضانك مهم لو انت اتعلمت تصوم كويس، لو انت اتعلمت تفطر كويس، لو اتعلمت ازاي تنظم غذائك علشان دايما يديك الطاقة والمعادن والفيتامينات اللي انت محتاجها، وتقدر تستغل كل حاجة بتدخل من بقك وتدخل في جهازك الهضمي. عشان كده خلي بالك من حديدك، خلي بالك من اكسجينك، خلي بالك من فيتامين بي 12 عشان دايما تكون عندك قوة ونشاط. لو لسه ما عملتش لايك للفيديو ممكن تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، وممكن كمان تعمل شير للفيديو بالمرة عشان تستفيد وغيرك كمان يستفيد. تابعونا في سلسلة حلقات رمضانك مع ام بي تي.